Thank you.
مشهد اطفال من ابرار بيزفوهم في الشوارع، شوارع القريه بيلفوا بيهم شارع شارع عشان بيزفوا الاطفال في مشهد جميل جدا. زي ما انتم شايفين ومتابعين معانا ومعاك شعور في عرس شعار ازهري الاملاح بني نزار في عرس قريه اعطو في عرس يزفوا اولادهم الشيوخ العظام هنا في قريه اعطو محافظه المنيا. هيتم تكريم بعد قليل في سرادق حاشد 300 طالب وطالبه من الاطفال والشباب استعباد الرحمن في قريه اعطو محافظه المنيا بني مزار. Thank you.
زميلنا الاعزاء مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، زي ما انتم شايفين ومتابعين معانا ومعاكم زفة زي ما انتم شايفين الشباب والبنات عاملين كتاب الله عز وجل ورافعين كتاب الله في مسيره حاشده هي الاروع والافضل في صعيد مصر، زي ما احنا شايفين في قريه اعطو بمحافظه المنيا لابسين الوشاح حاملين كتاب الله، مسيره لحفظ القران الكريم لتكريم اكثر من 300 طفل وطفله وشاب وشابه لتحفيظ القران الكريم. هي المسيره مسيره بتجوب شوارع قريه اعطو بمحافظه المنيا زي ما احنا شايفين ومتابعين معانا ومعاكم. زي ما احنا شايفين ومتابعين معانا ومعاكم مشاهدينا الاعزاء مشاهدينا في كل مكان، اختتم معكم هذا البث المباشر من محافظة المنيا وبالتحديد قرية اعطو حفل تكريم اكثر من 300 طالب وطالبة ومن حفظ القرآن الكريم. هي المسيرة التي جاوبت شوارع قرية اعطو طلبة مدرسة تقريبا عباد الرحمن، طلبة مدرسة عباد الرحمن في قرية اعطو، مشهد جميل مشهد مبهج مشهد عظيم جدا مشهد يضرب اروع الامثلة. اشكر حضراتكم اعزائي مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اليكم في تغطية حية ومباشرة بعد قليل ان شاء الله لاستكمال هذا الحفل الباهر من محافظة المنيا. كنت معاكم محمد علي عبد المنعم ابو كبير ميديا.